مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة الحلوة كتير كتير، مزبوط؟ أكيد، لأنه من خلالها نتعلم أشياء كتير مفيدة لحياتنا وبتساعدنا أنه نفهم كتير أمور نعملها بحياتنا اليومية. انتو كتير شاطرين وعم تكتبوا دايما الاشياء اللي عم نتعلمها، واليوم كمان بدي اياكم تحضروا دفتركم والقلم حتى تكتبوا كل شيء رح نكتبه سوا ونتعلمه، هيك ما بتنسون ابدا. كيف بتفيقنا الماما الصبح؟ بتقلنا يلا يلا قوموا، صارت الساعه 7، لازم نروح على المدرسه مثلا، مزبوط؟ او ممكن تقلنا صارت الساعه 1 لازم نتغدى، يلا تعالوا لحتى ناكل مع بعض. أو ممكن الماما تقول صارت الساعة 5 ولازم هلأ تشربوا الحليب، والساعة 8 المساء لازم تفوتوا على التخت وتناموا لحتى تكونوا نشيطين باليوم التالي، مزبوط؟ قديش نحن بنهارنا بنسمع كلمة صارت الساعة، الساعة هيدي الساعة كتير مهمة، لأنه اليوم الواحد هو مؤلف من 24 ساعة، وكل ساعة مؤلفة من 60 دقيقة، كل دقيقة كمان من 60 ثانية. شوفوا قديش الوقت مقسم، وبعد في أشياء أقسام أكتر، أكيد كل فترة وكل مرحلة رح تتعلموا عنهم أكتر وأكتر. اليوم رح نحكي عن الوقت وعن الساعة. هلأ صار الوقت حتى نحضر نشاهد مدرستي. قدي الساعة؟ طلعوا بساعدكم وشوفوا أي ساعة عم بتشاهدوا فقرة الرياضيات بمدرستي، وشوفوا كم مرة أنتو بنهاركم بتقولوا يي صارت الساعة 6 وهلأ في حفلة عاملينها هون بالضيعة. أكيد تكونوا ناطرين تتصير الساعة 6. اليوم رح نحكي بحصتنا أكثر عن الوقت، خليكن منتبهين ومتابعين، خلينا نشوف شو عنا أفكار وتمارين بالفقرات اللي جاية. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus one when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. مثل ما قلت لكم اليوم بحصتنا رح نحكي عن الوقت وعن الساعة. أهم شيء الساعة. كم مرة منصير نقول بعد معي ربع ساعة لحتى خلص درسي، أو بعد في نص ساعة لتخلص المدرسة ويدق الجرس، أو بعد في خمس دقايق وبيجي الباص تياخدني على المدرسة. قديش بنستعمل نحن بنهارنا كلمة ساعة ووقت ودقايق؟ كرمال هيك الساعة كتير مهمة، في كتير منا أشخاص بيحبوا دايما يلبسوا بإيدهم ساعة لحتى يتطلعوا ويعرفوا الوقت. بدي أخبركن عن نوع من أنواع الساعات. في ساعة اسمها أنالوج كلوك، أنالوج يلي هي بتشبه هيدي الساعة اللي موجودة حدي هون، يلي هي مثلها. ليش منسميها أنالوج كلوك؟ لأنه بتفرجينا فيها عقارب، إذا لاحظتوا هون فيها عقارب بفرجونا
الدقايق والساعات والثواني كمان، بفرجونا الثواني والساعة قديش الساعة، هيدا العقرب الصغير هو اللي بفرجيني قديش هلا الساعة، هون محطوط على الخمسة يعني الساعة خمسة، في عقرب تاني كبير بفرجيني قديش الدقايق خمسة وخمسة دقايق، وفي عقرب هيك رفيع وطويل بضل يبرم يبرم يبرم، وهيدا هو عقرب الثواني يلي بيبرم كتير بسرعة لحتى يعمل 60 ثانية، وبس يعمل 60 ثانية بتكون مرقت دقيقة واحدة. دقيقة، بتعرفوا مرات نحنا بنقول دقيقة جاية، شو قولكن فينا نعمل بدقيقة؟ دقيقة من الوقت، يعني هيدا العقرب ليبرم كل الساعة من هون 60 ثانية، يعني دقيقة واحدة، شو الأشياء اللي فينا نعملها بدقيقة؟ تعالوا نفكر مع بعض. أول ما نفيق الصبح منفوت على الحمام لحتى نغسل وجهنا، قولكن منلحق نغسل وجهنا بدقيقة أو بدنا أكتر أو أقل؟ يمكن أقل من دقيقة أو دقيقة، مزبوط؟ منغسل وجهنا، منحط صابون ومي، بكون بعد العقرب عم يمشي من هون، بكون بعد في وقت لحتى تخلص الدقيقة. شو كمان فينا نعمل بدقيقة؟ فينا أقل من دقيقة كمان، نروح ونضوي الضو أو نطفي الضو، بده ثانية، يعني بعد بيكون ما خلص هذا العقرب اللي بيعمل 60 ثانية تتخلص الدقيقة، يعني بدقيقة واحدة فينا نعمل كتير أشياء. مثلا شو فينا نعمل؟ فينا نطال الكتاب من الخزانة وننزله، نطلع ونجيب الكتاب وننزله ونسكر الخزانة بأقل من دقيقة كمان، جربوها. فينا نعمل شو فينا؟ فكروا معي، شو فينا نعمل بدقيقة من الوقت؟ دقيقة يعني منا كتير طويلة، بس فينا نعمل فيها أشياء. مثلا فيني افتح الباب واطلع لبرا وسكر الباب وقفله بالمفتاح بأقل من دقيقة، إذا أنا رايحة بدي أقفل باب البيت بقدر أعملها بأقل من دقيقة. فيني بأقل من دقيقة دوب شنطتي حط فيها أغراض اللي أنا عايزتهم بكرة بالمدرسة. شفتوا كيف؟ يعني هيدا العقرب يلي هو رفيع كتير يلي هو بصير يبرم، هو عم يبرم 60 ثانية، يعني 60 هيك تك 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 60 مرة لتكون خلصت دقيقة، يعني فينا نعمل عدة أشياء بدقيقة. هيدا تمرين بدي اياكم انتم تنتبهوا له لما تعملوا الاشياء، مثلا اذا عم بتلفوا ساندويش عم تعملوا ساندويش قديش بدكم دقيقة او اكثر؟ فينا بدقيقة نلف ساندويش، ما هيك؟ فينا بدقيقة نحط اكل بالصحن حتى ناكلهم، فينا بدقيقة نشرب كباية مي، قولكم فينا؟ بدنا نجربهم ونشوف بمدة دقيقة واحدة يعني 60 ثانية شو هن الأنشطة والأشياء يلي فينا نعملهم. أكيد بالفقرات اللي جاية رح نشوف أمثلة أكتر ورح نتعلم طرق أكتر كيف نعمل هيدا الشيء. خليكن معنا. وهلأ رح نتابع فقراتنا ورح نحكي أكتر عن الوقت وعن 1 minute، يعني دقيقة واحدة. شو فينا نعمل ب 1 minute؟ تعرفوا انه في اشياء بدها وقت اقل من دقيقة، في اشياء بدها وقت اكتر من دقيقة. بنقول less than a minute او more than a minute. less يعني اقل، more يعني اكتر. less than a minute بيكون شيء اكيد مش كتير طويل، more than a minute بيكون اطول. اوكي، هلا اللي رح نعمله اول شيء رح نعمل شيء بنسميه estimation. estimation يعني بدنا نقدر قديش بدي وقت لابري القلم. less than a minute or more than a minute؟ هات لنجرب. يلا 1 2 3 رح نعمل estimation. اوكي، انا بقول اخذت less than a minute، يعني
بعدني بالثواني، ما صرت ما وصلت لدقيقة أنا وعم ببري القلم، مزبوط؟ هلأ رح نشوف إذا مزبوط. كيف منشوف؟ منستعمل العداد أو ستوب ووتش منسميه، منشوفه على الشاشة، هو رح يحسب لنا كم ثانية. إذا تخطوا 60 ثانية يعني منكون طلعنا أكثر من 1 minute، بس إذا ضلينا تحت 60 ثانية يعني نحن less than 1 minute. فإذا أنا هلأ بريت القلم ب less than 1 minute يعني أقل من 1 minute. خلينا نجرب ورح أعمل أنا الستوب ووتش، خليه يعدلي كم ثانية أخذ معي تبريت القلم. يلا رح بلش. اوكي انا هلا خلصت، رح وقف بعمل ستوب، اخذ معي 10.6 ثواني يعني اقل من دقيقه، لانه الدقيقه ال1 مينت هي 60 ثانيه، مزبوط 60 ثانيه. عظيم، عملنا استيميشن يعني عملنا تقريبيا قديش، وبعدين فتنا على الستوب ووتش اللي هو العداد اللي بفرجيني الارقام، وعرفنا انه مزبوط less than 1 minute. انا بدي اقل من دقيقه لحتى ابري القلم. كثير منيح. رح نشوف نشاط ثاني. بدي اربط شريط الحذاء. اوكي؟ انا لازم اربط شريط الحذاء. أقولكن بدي less than 1 minute أو more than 1 minute؟ بدي أنا بقول less than 1 minute. هات لنجرب. رح نعمل أول شي تقديرياً منسميها estimation، يعني منقدر قديش نحنا بحاجة لوقت لنربط الحذاء. يلا رح بلش. هقولكم قديش اخذت وقت؟ 1 مينت او اقل او اكثر؟ انا بقول less than 1 مينت. خلينا نجرب، رح ارافقكم ورح نروح على الستوب ووتش لحتى نشوف فعلا قديش كم ثانية اخذ معنا ربط الحذاء. يلا خلصت، رح اعمل ستوب. اخذ معي تقريبا 12 ثانية يعني اقل من 60 ثانية، يعني ما وصلت لل 1 مينت، يعني less than 1 مينت. باقل من دقيقة بقدر اربط شريط الحذاء. عظيم، خلينا نشوف نشاط اخر. اقولكن اذا بدي اكتب انا هلا هون اسمي وبدي اكتب اشياء هيك معلومات عني هون مقطع او موضوع انشا مثلا عن الطقس الجميل والطبيعه الخلابه، اقولكم بدي 1 مينت او اكثر او اقل، less or more than 1 مينت. خلينا نجرب، رح اكتب هلا عن مثل ما قلت لكم عن الطقس والطبيعه، كأنه أنا رحت برحلة للطبيعة. بنعمل estimation، أنا بقول رح آخذ أكثر من 1 minute. ذهبنا ذات يوم عائلتي وأنا إلى طبيعة في يوم مشمس، كانت العصافير تزقزق وكان الجو جميل. أخذت أختي الدراجة وأمضت
عليها أجمل الأوقات. ورحنا نمشي بين الأشجار المثمرة والجميلة، وتذوقنا بعض الثمار اللذيذة والطازجة. كان يوم جميل، استمتعنا به مع بعضنا البعض. حلو، أقولكم أخذت less than a minute أو more than a minute. أنا بقول more than a minute. بتكون نجرب. رح أرجع هلأ أكتب نفس المقطع على ورقة تانية، رح أعمل ريسيت ونشوف. ذهبنا ذات يوم عائلتي وأنا إلى الطبيعة في يوم مشمس. كانت العصافير تزقزق وكان الجو جميل. أخذت أختي الدراجة وأمضت عليها أجمل الأوقات. ورحنا نمشي بين الأشجار المثمرة والجميلة، وتذوقنا بعض الثمار اللذيذة والطازجة. كان يوم جميل، استمتعنا به مع بعضنا البعض. Stop. Wow, more than a minute. 1 minute 32 seconds يعني دقيقة و 32 ثانية. قدرت إنه أكتب هيدا النص. لكن في أشياء نحن بنعملها بأقل من دقيقة، في أشياء بدها أكثر من دقيقة حتى نقدر نعملها، في نشاطات بتاخد معنا وقت أكتر. وآخر شي رح أعمله، رح أشرب العصير. أقولكم لحتى أشرب العصير أنا بحاجة لدقيقة أقل أو أكتر. رح أشرب شوي ومنشوف. أوكي، رح أعمل أول شي هون، رح نعمل estimation، بعدين منشوف قديش مرق وقت. يلا أنا بقول بقدر أشرب بأقل من دقيقة. شو نجرب؟ بست ثواني قدرت إنه أشرب بلعة من العصير، يعني أقل من دقيقة بكتير. يعني فيني أعمل كتير أشياء بدقيقة، أشياء سريعة. فإذا هلأ صرنا نعرف قديش الوقت تبع الدقيقة قديش بيساعدنا إنه نعمل أشياء فينا بأقل، وفينا بأكثر وقت نعمل أشياء كتير حلوة ونشاطات، ويمكن حاجاتنا اليومية فينا نخلصهم بأقل من دقيقة. هلأ رح نروح أنا وياكم على آخر فقرة بحصتنا، خليكن معنا. In less than 1 minute, we can give a hug, shake hands, clap our hands at a concert, open the door and welcome people, cuddle the cat, catch a fish, put on a coat,
wave goodbye, run to bed. وهلأ وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. لهيدي الفقرة بدي فرجيكن هيدا الساعة يلي قلتلكن إنه اسمها analog clock، يعني الساعة يلي فيها الأرقام لحد 12 وفيها كمان العقارب. العقارب هون مش موجودين، مش موجودين عنا، أنا رح أكتبهم حتى أفسرلكن عنهم أكثر. إذا بتلاحظوا بنهار باليوم نحن عنا 12 ساعة وبالليل عنا 12 ساعة، يعني مع بعضهم بيعطونا 24 ساعة باليوم. أوكي، يعني منبلش فينا نقول، بتلاحظوا مرات هلأ نحن منقول الساعة 2 بعد الظهر، الظهر يعني 12، ومرات منقول هلأ الساعة 2 من بعد نص ليل، لأنه لما تصير 12 بالليل وتكون الدنيا معتمة بيكون بلش توقيت الليل، يعني منقول أو ببلش نهارنا، بيكون خلص توقيت الليل وبلش النهار، منصير نقول AM. إذا بتعرفوا هون 12 وحدة وج الصبح أو وحدة من بعد نص ليل، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية الصبح لما نفيق تنروح على المدرسة، أو سبعة، تسعة لما نفوت على الصف، عشرة لما ننزل على الفرصة، 12 لما نتناول الغداء، من بعد 12 منصير نقول بعد الظهر PM، منقول it's 12 PM 1 PM، يعني بعد الظهر بلشوا ال 12 ساعة تبع يعني الليل. اوكي، فاذا العقرب الصغير هو يلي بدلني قديش الساعة، هيدا العقرب الصغير الساعة 2، اذا بشوفه هون يعني الساعة 5، اذا بشوفه هون يعني الساعة 8، والعقرب الكبير هو يلي بيقول لي كم دقيقة، يعني هون في دقيقتين ودقيقتين مثلا، أو وسبع دقايق، هون خمسة، ستة، سبعة، يعني لما نطلع عليهم بنشوف كم دقيقة، كل وحدة من هول هي 1 minute. أوكي، كل وحدة من هول هي 1 minute، يعني هون في 60 minutes تتخلص ساعة كاملة، وفي 60 seconds حتى تخلص دقيقة، بين هون وهون في 60 seconds. اوكي، هول الاشياء لازم ننتبه لهم، يعني بهيدا الدقيقة نحن قبل شوي قدرنا نعمل كتير اشياء، قدرنا نعمل بأقل من هيدا الدقيقة، قدرنا نشرب عصير، نبري القلم، نعمل اشياء كتير، وفي اشياء بدهم دقيقتين، في اشياء بدهم 3 دقايق، في اشياء بدهم ساعة، فإذا كل شيء بنعمله نحن بالنهار بياخد وقت، بدنا نحسب ونقدر تقريبا قديش بياخد وقت، وفينا نستعمل الستوب ووتش اللي كنا عم نشوفه قبل شوي، يلي هو بيقدر يعدلنا تحديدا وعلى قد قديش اخذ معنا الشيء اللي عم نعمله وقت. اليوم تعلمنا عن هيدا الساعة وعن الدقايق، خليكن دايما متابعين لانه رح نتعلم بالحصص اللي جاية اشياء اكثر. هلا صار الوقت حتى ودعكن، بس قبل ما ودعكن بدي اذكركن انه فيكن تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com والصفحة اسمها مدرستي 37kids. وهلأ بودعكن وبشوفكن بالحصة اللي جاية. باي. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all? How many in all? The answer is the sum. Addition is to add numbers. Addition is to put